فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا أسمع أذان الحرم عن طريق المذياع ويكون أذانا مباشرة، يقول: وأنا في الرياض وقد انتهينا من الصلاة، فهل أردد بعده ويكون لي أجر في ذلك؟ نعم، أن هذا ذكر لله عز وجل، تردد معه إذا سمعته ولو أنك صليت أنت. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.